مشاهدينا خلينا نروح للميا حمدين عشان تقول لنا ايه اخر الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اتفضلي يا لميا. شكرا ليكي جمانة. مشاهدينا برحب بيكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ نشرتنا الرياضية وفريق الاتحاد السكندري اللي تعادل مع الجونة بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد اسكندرية ضمن المواجهات للجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. والأنغولي مابولولو مهاجم فريق اتحاد السكندري حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة. وحصد فريق فاركو سيراميكا أول نقطة ليهم في بطولة الدوري بالتعادل بهدفين لكل فريق في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري. وتقدم فريق سيراميكا بهدفين في الدقيقة 10 و19 عن طريق اللاعبين جون إيبوكا وأحمد قندوسي، قبل ما يتعادل فاركو في الدقيقتين 41 و44 عن طريق وليد علي وسيف تيري. قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ومدياما الغاني. كمان أسفرت القرعة عن وقوع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى بجانب كل من نويازيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي وسان داونز الجنوب أفريقي. أما قرعة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لنسخة موسم 2023-2024 أسفرت عن وقوع فيوتشر في المجموعة الأولى مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري. كمان أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية مع أندية ساجرادا الأنغولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي. المنتخب القومي لكرة القدم للصم حقق المركز الرابع بعد هزيمته بصعوبة أمام السنغال بنتيجة 2-1 في كأس العالم لكرة القدم للصم واللي بتتلعب في ماليزيا. منتخب رجال كرة الطائرة فاز على المنتخب التونسي بنتيجة 3-2 في خامس جولاته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023. بالنتيجة دي منتخب مصر أصبح قريب جدا من التأهل لأولمبياد باريس في ظل تقدمه في التصنيف الإفريقي وفاضله مواجهتين في التصفيات قدام تركيا وفنلندا. قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية واللي هتستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 15 ل 25 فبراير السنة اللي جاية أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني مع المنتخب الإماراتي صاحب الأرض في المجموعة الأولى مع إيطاليا وأمريكا. النجم الإنجليزي جود بلينكهام نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد الإسباني وده خلال شهر سبتمبر اللي فات بعد ما تم تتويجه بنفس الجائزة عن شهر أغسطس اللي فات. هدف المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت في مرمى لوريان أصبح مرشح للفوز بجائزة هدف الشهر في الدوري الفرنسي وده بعد ما حصد على جائزة لاعب الشهر في فريقه للمرة الثانية على التوالي. جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أعلن عن قائمته الأولى مع المنتخب بعد تولي منصب مدرب منتخب بلاده استعداداً للعب لوديتين أمام أمريكا والمكسيك. وشهدت القائمة غياب سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ مع استمرار غياب الحارس العملاق مانويل نوير. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ومرة تانية نرجع لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكراً لك يا لميا.